السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم وصفه تاع سلطه بارده منعشه. نسحقوا شويه جلبان، شويه معيس، شويه لوبيا حمراء، تكوني تنفخيها وطيبيها في شويه ماء، شويه زيتون باش نزوقو، مايونيز ولا فينيغريت. فوق هذا الجلبان نديروا المعيس، نزيدوا اللوبيا، هاد المايونيز غادي نخفوها بشويه تاع لا فينيغريت، نخلطوها مليح ونديروها فوق هاد الخليط تاع الخضر ونعاود نولي لكم. فوالا حليناها بشويه فينيغريت، غادي نديروها هنا، نضيفوها هنايا، راه فيها ديجا الملح، حتى كي تخلطوا ذوقوا باش ما تجيكمش مالحه. نتحصلوا على هاد الخليط الرائع، نعمروا هاد لي فون دارتيشو ونعاود نولي لكم. ها هي السلطه تاعي، راها واجده، درتها في اطباق يعني فرديه، وزوقتها بشويه تاع زيتون وطوماطيس على شكل زهره. يعني اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وخلوا لي كومونتير، وان شاء الله رمضان مبارك.